أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil'Arabiyyah Puan Muna Jasman, seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rusdi alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya iaitu Zahra untuk sesi yang seterusnya ini insya Allah. Saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham iaitu kata soalan dengan mengulang semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Pada hari ini kita akan melakukan ulang kaji terhadap pelajaran yang telah diajarkan sepanjang minggu ini, iaitulah daripada perkataan hal, maknanya adakah, yang disertakan dengan penggunaan fi'il madhi. Zahra akan membantu saya untuk melakukan ulang kaji insya-Allah. Tafadhali ya Zahra. هل درست اللغة العربية يا أستاذ؟ ما معنى هل درست؟ أدكه أو telah belajar؟ نعم. اسأليني مرة أخرى. هل درست اللغة العربية يا أستاذ؟ نعم. درست اللغة العربية. ما معنى درست؟ Saya telah belajar. اللغة العربية. Bahasa Arab. نعم. مرة أخرى. هل درست اللغة العربية يا أستاذ؟ نعم. درست اللغة العربية. ثم السؤال الثاني. هل قرأت القرآن هذا اليوم يا أستاذ؟ ما معنى هل قرأت القرآن؟ Adakah awak telah membaca Al-Quran؟ هذا اليوم؟ Hari ini. نعم. اسأليني مرة أخرى. هل قرأت القرآن هذا اليوم يا أستاذ؟ نعم. قرأت القرآن هذا اليوم. ما معنى قرأت القرآن؟ Saya telah membaca Al-Quran. نعم. هذا اليوم. Hari ini. نعم. مرة أخرى. هل قرأت القرآن هذا اليوم يا أستاذ؟ نعم. قرأت القرآن هذا اليوم. ثم السؤال الرابع. هل شاهدت التلفاز ليلة أمس يا أستاذ؟ ما معنى هل شاهدت؟ Adakah awak telah menonton التلفاز television ليلة أمس malam semalam؟ نعم. اسأليني مرة أخرى. هل شاهدت التلفاز ليلة أمس يا أستاذ؟ نعم. شاهدت التلفاز ليلة أمس. مرة أخرى. هل شاهدت التلفاز ليلة أمس يا أستاذ؟ نعم. شاهدت التلفاز ليلة أمس. ثم السؤال الرابع. هل سافرت
إلى أردن في السنة الماضية يا أستاذ؟ ما معنى هل سافرت؟ أدكه أو تلاه بالمسافر؟ إلى أردن كجوردن في السنة الماضية pada tahun lepas. نعم. مرة أخرى. هل سافرت إلى أردن في السنة الماضية يا أستاذ؟ نعم. سافرت إلى أردن في السنة الماضية. ما معنى سافرت؟ سيتلاه برمسافر. إلى أردن. كجوردن. في السنة الماضية. pada tahun lepas. نعم. اسأليني مرة أخرى يا زهراء. هل سافرت إلى أردن في السنة الماضية يا أستاذ؟ نعم، سافرت إلى أردن في السنة الماضية. Kemudian saya akan bertanya kepada Zahra. السؤال الأول: هل صليت العشاء في المسجد؟ ما معنى هل صليت؟ Adakah awak telah solat? العشاء عشاء في المسجد di masjid. هل صليت العشاء في المسجد يا زهراء؟ لا ما صليت العشاء في المسجد. ما معنى ما صليت العشاء؟ Saya tidak solat عشاء في المسجد di masjid. مرة أخرى: هل صليت العشاء في المسجد يا زهراء؟ لا ما صليت العشاء في المسجد. ثم السؤال الثاني: هل تناولت العشاء في المطعم؟ ما معنى هل تناولت؟ Adakah awak telah mengambil العشاء makan malam في المطعم di restoran. نعم. هل تناولت العشاء في المطعم يا زهراء؟ لا ما تناولت العشاء في المطعم. ثم السؤال الثالث: هل قابلت الأستاذة في المسجد؟ ما معنى هل قابلت؟ Adakah awak telah berjumpa الأستاذة أستاذة في المسجد di masjid. هل قابلت الأستاذة في المسجد يا زهراء؟ لا ما قابلتها في المسجد. ما معنى ما قابلتها؟ Saya tidak berjumpa dengannya في المسجد di masjid. أسألك مرة أخرى: هل قابلت الأستاذة في المسجد يا زهراء؟ لا ما قابلتها في المسجد. ثم السؤال الأخير: هل تكلمت مع بلقيس في المكتبة؟ ما معنى هل تكلمت؟ Adakah awak telah bercakap مع بلقيس dengan بلقيس في المكتبة di perpustakaan. نعم. هل تكلمت مع بلقيس في المكتبة يا زهراء؟ لا ما تكلمت معها في المكتبة. ما معنى ما تكلمت؟ Saya tidak bercakap معها dengannya في المكتبة di perpustakaan. أسألك مرة أخرى: هل تكلمت مع بلقيس في المكتبة يا زهراء؟ لا ما تكلمت معها في المكتبة. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan dan pandangan sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab.